التحدي، واحدة من المبادرات اللي أطلقتها جمعية رسالة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقدير أبطال التحدي. المبادرة بتهدف إلى تسليط الضوء على أصحاب التحدي وحقوقهم في المجتمع والتمهيد لدمجهم بشكل طبيعي بدون أي تمييز. جمعية رسالة خصصت شهر ديسمبر وبالتحديد أول جمعة من الشهر علشان تكون الموعد الرسمي ليوم التحدي في مصر، واللي بتحتفل فيه مع كل أبطال التحدي وأسرهم في كل المحافظات. الأسبوع ده مشاهدينا كنا متواجدين مع مجموعة من أبطال يوم التحدي السنة اللي فاتت، واللي استفادوا من رسالة بصورة غيرت حياتهم. دمج أبطال التحدي في المجتمع بدون تمييز ودعمهم بشكل مستمر ومتكامل رسالة أساسية تعمل عليها جمعية رسالة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال احتواء ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير احتياجاتهم صحيا وتعليميا وترفيهيا. يعني باجي اخد دروس مثلا في أنشطة، في قرآن، دروس نحو، دروس جغرافيا، كورسات كمبيوتر. باخد دروس وبنعمل برضو بناخد كورسات مثلا انجليزي وفرنساوي وكورسات كمبيوتر، وبرضو بنتعلم يعني ورش خرز كروشيه، بنطلع رحلات وبنطلع نروح حفلات. جاية في السنة هعلم كتابة ورشة ومعسكر وحفلة ويادي. تعد جمعية رسالة من أكبر الصروح الخيرية التي تعمل في مصر لخدمة المجتمع وتوعيته بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويأتي ذلك تماشيا مع جهود الدولة والتحالف الوطني في دعم ملف أبطال التحدي بكل قوة.